الحقيقة يعني كل التحية والتقدير والاحترام لكابتن ولاء حافظ. قد كده محتاجين نماذج إيجابية، حاجة تدينا الطاقة اللي احنا محتاجينها الحقيقة. القوة مش قوة عضلات، لكن قوة إرادة، عزيمة، إصرار. في لقطات كده في التقرير واحنا بنتابع، طبعا غير كل اللي موجودين وملتفين حوالين كابتن ولاء، لكن الأطفال الشباب الصغير لما بيشوفوا، لما يكونوا واقفين جنب هذا البطل، ده يدينا النموذج، يدينا القدوة، واحنا في أمس الحاجة ليها الحقيقة في الوقت ده مع الجيل الموجود دلوقتي اللي ساعات بيكون فاقد الانتماء، ما عندوش يخلد حاجة. أنا والله شايف التقرير ويعني مش متخيل حجم العزيمة. ما شاء الله، يعني الله شيء ما شاء الله. رائع، هو ده اللي احنا محتاجينه في بلدنا بجد، يعني شيء محترم جدا. صحيح.